لكن قبل ما نبتدي الحقيقة ان الاهلي اسعدنا امس بثلاثية رائعة امام مازيمبي الكونغولي، وبكده صعد الاهلي لنهائي دوري ابطال افريقيا للمرة الخامسة على التوالي ليلقي الترجي التونسي الشهر المقبل. النهائي كله هيكون في القاهرة في استاد القاهرة. صحيح ثلاث اجوان ثلاث اهداف رائعة الجمال، لكن البطل امبارح كان الجمهور، الجمهور اللي زين استاد القاهرة، الجمهور اللي من بداية الماتش كان مولع الاستاد، الجمهور اللي كان سند للفريق وداعم للفريق. الشوط الأولاني خلص بدون أهداف والجمهور ما بطلش دقيقة واحدة، وزاد تشجيع الجمهور مع محاولة لاعبي فريق مازيمبي استفزاز الجمهور الأهلي بعد هدف أول للفريق لغاه الحكم. راح يعني لاعبي مازيمبي راحوا للجمهور الأهلي في محاولة كبيرة للاستفزاز، ومن لحظتها والحقيقة من بداية الماتش، ولكن من لحظة كمان محاولة الاستفزاز وجمهور الأهلي ما لم يتوقف دقيقة واحدة، وكان هو البطل، كان هو البطل الحقيقي. وجون ورا جون ورا جون، الحقيقة احنا شفنا مباراة جميلة جدا، وهو ده لما بنقوله لما بنهتف يعني الأهلاوية بيقولوا ايه، جمهوره ده حماه. هو ده فعلا جمهوره ده حماه، هو دي الحقيقة. عشان كده دايما بنقول افتحوا للجمهور، وانا ما بتكلمش على الأهلي بس، افتحوا لجمهور الكرة، خلوا اللعيبة تتعود على الأداء وسط جمهور كبير، مش بس 10 أو 20 ألف. إحنا مصر، إحنا بلد الكورة، إحنا بلد جمهور الكورة اللي الاستاد فيها استاد القاهرة رائع الجمال، اللي كان بال60 وال70 ألف والناس متشعلقة فوق أعمدة النور. إحنا بلد الكورة، إحنا بلد لازم الكورة يكون فيها جمهور، مفيش مسرح من غير جمهور، مفيش كورة من غير جمهور. تحية لجمهور الأهلي، حمى الأهلي الحقيقي، تحية لهتافاتهم اللي رجت الملعب وكانت رعب في قلب الفريق الخصم.